you know, immunology is a part of microbiology lectures. إن شاء الله راح تكون أول محاضرة من محاضرات الميونولوجي في المرحلة الثالثة تحت عنوان The Nature of the Host Defenses. المتحدث وياكم دكتور جعفر عبد الله الغزي PhD Cancer Research from UK. Just important notes for you. I have used these three or four references. Foundation in Microbiology, Basic Principles, كتاب الأوثر مثله كاثلين, و How to Learn Immunology by 10 Lectures, دكتور عبد الرزاق المشهداني, الله يرحمه التدريسي في كلية طب النهرين, إضافة للمصدر المعتمد للميونولوجي, could be Immunology 6 and 8 editions. هاي تقريبا المصادر اللي راح نعتمد عليها ان شاء الله في محاضراتنا. قد يكون هناك بعض التغييرات باذن الله نعطيكم اياها. Before starting with immunology lectures, you should know the terminology about immunology. What's the immunology? What's the immunity? What's the meaning of immune system as well antigen antibody reactions. فأز ان انتروداكشن اميونولوجي, اذا اريد نعرف الاميونولوجي اكيد انتم في محاضرات سابقه دارسين انه من نريد نعرف علم من العلوم نقول is the science that deals with something. فالاميونولوجي as well is the science that deals with the body's immune response. او اللي راح يكون عندنا is responsible for protection our body against diseases. إذا علم المناعة وظيفته الأساسية هو protection our bodies against diseases. إذا وظيفته مناعية وظيفته دفاعية. فالعلم اللي يهتم بدراسة الميون ريسبونسز وراح نعرف احنا شلون راح يصير الميون ريسبونس نسميه بالميونولوجي. لذلك من نجي إلى مصطلح أو the term of immunity means protection from diseases. For example, resistance to reinfection. لو سألنا سؤال شنو الاميون سيستم؟ اكيد احنا عرفنا انه الاميونولوجي علم اللي يهتم بالبروتكشن اور بودي. الاميونيتي قلنا معناها بروتكشن اجينست ديزيزز. اذا الاميون سيستم شنو هو؟ اكيد هو سيستم او يسمونه بالديفنس سيستم that has evolved to protect animals such as a human from invading pathogenic microorganisms and cancers. إذا الوظيفة الأساسية من هذا السلايد اللي راح نفهمها أن الإميون سيستم سواء كان كتعريف إميونولوجي أو كمصطلح إميونيتي أو إميون سيستم هو means protection. العلم اللي يهتم بالبروتكشن نسميه بالإميونولوجي. المصطلح اللي مسؤول عن البروتكشن against disease نسميناه بالإميونيتي. السيستم أو الديفنس سيستم اللي وظيفته to protect our system against our body against invading pathogenic microorganisms and cancer سميناه بالاميون سيستم. مثل ما تعرفون حضراتكم احنا we have two directions. We have the environment and we have our body اللي نقصد به الاميون سيستم. اذا عندنا بالانفايرمنت موجود a large وجود large numbers of microbes اللي ممكن يسببون لنا الديزيزز, واذا كثروا وما سيطرنا عليهم وما قضى عليهم ال our host او our body. اذا موجود بالانفايرمنت لارج نمبرز اوف مايكروبس اللي قلنا could cause diseases اذا تكاثروا. زين بالجهه المقابله عندنا جهاز دفاعي نقدر نعبر عنه وزاره الدفاع او وزاره الداخليه اللي وظيفتها هي تحمينا جسمنا من هذه اللارج نمبرز اوف مايكروبس. اذا لو سالنا لازم نخلي جرين لايت. واتس ذا برايمري فانكشن اوف اميون سيستم؟ فالبرايمري فانكشن اوف اميون سيستم از راح ناخذ وظيفتين, تو اليمينيت انفكشيوس ايجنتس, نتحاول نتخلص من اني انفكشيوس ايجنتس. ذاتس ذا فيرست بوينت. ذا سكند بوينت
اكيد من اتخلص من الانفكشيوس ايجنتس اكيد اكو باقيه مثل ما نعرف انه كانه حرب وانتهت الحرب اكيد بقت مخلفات من هذه الحرب ف to minimize the damage they cause. اذا لازم نتخلص من الانفكشيوس ايجنت هذا واحد ثم بعد ذلك نسوي minimizing للدمج اللي سبب بوجود الميكروبس. اذا نقطه البرايمري فانكشن للميون سيستم مهمه لازم نركز عليها. الميون سيستم is to eliminate infectious agents and to minimize the damage they cause. هذا الدايجرام او هذا الفيجر shows what I said before. We have environment وقلنا وجود large number of microbes اللي يمثل لنا الميكروبس باعتبار نسميه راح ان شاء الله نسميه بالانتيجين ونقصد بالانتيجين any agent ممكن يدخل للميون سيستم او يدخل للاور بودي ويهاجم الميون سيستم. هنا هذا الميكروبس يشكل لي كانتيجين كفورم بودي دخل للاور هوست اور بودي. هنا راح يصير الميون سيستم الجهاز المناعي يبدي يصير عندنا immune response against that microbes. فمن جهة الميكروبس يعتبر أنتيجين دخل بداخل الجسم. الميون سيستم كانت إلى استجابة against this microbes حتى نتخلص من هذا الميكروبس وبالتالي شكل لنا الميون سيستم. هذا الفيرست لاين اللي هو النورمال. في بعض الأحيان أنه نفس الخلية ممكن تتحول وتصير change to tumor cells وبالتالي التيومر سيلز تعتبر كأنتيجين والأور إميون سيستم يسوي إميون ريسبونس أجينست ذيس تيومر سيلز بالتالي يبدي يهاجمها. إذا كانت الأمور واضحة إن شاء الله نعبر على السلايد اللي بعده. نعم دكتور واضح. إن شاء الله. إذا فانكشنالي إحنا عندنا الإميون سيستم أو الإميون ريسبونس كان بي ديفايدد إنتو تو أكتيفيتيز. يعني مثل ما ذكرت ببداية المحاضرة قلنا أول شيء لازم نتخلص من الانفكشيوس ايجنت وبعدين نسوي مينيمايز للدمج. الآن لو سألتكم سؤال إنه شلون الإميون سيستم راح يتعرف على المايكرو أورجانيزم ويقضي عليه، لذلك عندنا وظيفتين للإميون سيستم هي الريكوجنيشن والسكند وان هو الريسبونس. يعني إذا ما الإميون سيستم يتعرف على أنه أكو جسم غريب بالموضوع فما ممكن يهاجمه ولا يصير عندنا ميون ريسبونس against this microorganism. فالمين فانكشن للميون سيستم هو أولا لازم يتعرف على المسبب المرضي، يعرف أنه أكو فد جسم غريب دخل للجسم، وثم بعد ذلك تبدي القوات اللي هي مسؤولة القوات الدفاعية سواء كانت first line أو second line أو third line immune response تبدي تهاجم هذا الميكروورجانيزم. فالاميون سيستم قلنا is able to recognize a subtle chemical differences that distinguish one foreign pathogen from another. فلازم يكون عندنا recognition. Furthermore, the system is able to discriminate between foreign molecules and body on cells and proteins. اذا الوظيفة الأولى هي الريكوجنيشن حتى نميز هذا الباثوجين من غيره وبالتالي نبدأ نتخلص أو نسوي ديسكريمينيت بين الفورين مولكيولز ونميزه عن الأور أون سيلز أو البروتينز اللي هم يعتبرون طبيعية وبالتالي الإميون سيستم قادر أن يميز بين الشيء الغريب والشيء اللي يعتبر من ضمن أجزاء الجسم اللي هن الأون سيلز أو البروتينز. عندنا بالاميون ريسبونس قلنا اكو مايكرو اورجانيزم ودخل للجسم فتعرف عليه الاميون سيستم وبالتالي صار الوظيفه الثانيه انه لازم يكون عندي اميون ريسبونس. هذه الاستجابه المناعيه حتى نتخلص حتى نؤدي وظيفه الاميون سيستم فلازم نتخلص نسوي مينيمايز للمايكرو اورجانيزمز وبالتالي مينيمايز للدمج اللي ممكن يصير. بالتالي هذا الاميون سيستم we have نقدر نقول عندنا نظريتين او عندنا نوعين من الاميون ريسبونس ولازم نفرق بيناتهم. مهم المقارنه بين الاثنين. النوع الاول نسميه بالانات او النون سبيسيفيك اميون ريسبونس اللي يعتبر الفيرست لاين ديفنس اجينست انفكشن. هذا النون سبيسيفيك هو من اسمه نون سبيسيفيك يعني هذه الاستجابه المناعيه ما مخصصه على مايكرو اورجانيزم معين
وبالتالي هي تعتبر الوسيله الدفاعيه الاولى. بمجرد اكو جسم غريب تبدا تهاجمه. اللي راح ناخذ مثلا عندنا الفيزيكال بارير والكيميكال بارير والكيميكال باريرز وغيرها. فيعتبر الخط الدفاعي الاول. من مميزاته it does not alter on repeated exposure to given infectious agent. بالتالي ما راح يتغير، يعني اذا تعرض الجسم مثلا عيننا تعرضت الى فد مايكرو اورجانيزم او فد اوساخ معينه او فد شيء معين دخل بالعين، هنا الفيرست لاين ديفنس اللي هو الكريمينيشن اللي موجود، الجلانز اللي راح تفرز مواد ممكن تعقم العين، تعتبر خط الدفاع الاول. هنا بالاول اول مره يتعرض الجسم الى هذا الانفكشيوس ايجنت، والسكند تايمز والثيرد تايمز راح يكون بنفس الاكسبوجر، يعني ما راح يتغير، ما راح يكون اقوى، مو مثل السبيسيفيك. فالفيرست لاين ديفنس هذا اولا does not alter on repeated exposure to a given infectious agent. والوظيفة الثالثة sorry it reacts in the same manner with each pathogen. إذن ثلاث نقاط أساسية لازم نعرفها عن النت أو النون سبيسيفيك. يعتبر first line does not alter on repeated exposure. It reacts in the same manner with each pathogen. إذن ما راح يكون أكو اختلاف سواء كان الباثوجين بكتيريا او فيروس او غيرها. لكن النوع الاخر اللي يسمونه بالادابتيف او السبيسيفيك اميون ريسبونس اللي راح يكون هايلي سبيسيفيك فور ا بارتيكولار باثوجين، وبالتالي راح يكون سبيسيفيك بالنسبه للنوع الاول اللي هو راح يكون نون سبيسيفيك. هذا الاميون ريسبونس راح يكون اجينست وان باثوجين، وبالتالي اذا كان عندنا مثلا على سبيل المثال بكتيريا معينه او فيروس معين يدخل للاور بودي، فراح يكون انه يكون سبيسيفيك على هذا المايكرو اورجانيزم، فما راح يشتغل على مايكرو اورجانيزم اخر، وانما نحتاج الى ميون سيستم او ميون ريسبونس اخر. الميون ريسبونس هنا with repeated exposure راح يتحسن، يعني مو مثل النوع الاول اللي قلنا does not alter on repeated exposure. هنا راح يصير اكو improvement with repeated exposure. إذن الكي فيتشرز للأدابتيف إميون ريسبونس هي السبيسيفيتي، هذا واحد، وسبب الامبروفمنت أكيد اكو ميموري، اكو ذاكرة من تعرف على الجسم مرة ثانية. نفس فكرة اللقاحات مثلا كإكزامبل، من يتعرض الجسم إلى مسبب معين فراح اكو خلايا ذاكرة، مجرد أنه يتعرض الجسم إلى المسبب المرضي مرة أخرى هذه الخلايا راح تفرز الأنتيبوديز وتبدأ تهاجم المسبب المرضي. إذن the major agent of adaptive immunity اللي راح تكون هي الليمفوسايتس والأنتيبوديز، إضافة للأذر مولكيولز اللي ممكن تنتج خلال هذه الفترة. هذا الجدول كجنرال comparison بين النت والادابتيف اميونيتي. راح نبدي من جهه وجوده، انه قلنا بالبريزنت النت موجوده اوريدي موجوده بالاور بودي لان هي الحواجز الطبيعيه، بينما الادابتيف لا راح يستجيبها من يتعرض الى مسبب مرضي. يعني من يتكون انتي بودي ضد فيروس معين او ضد بكتيريا معينه، فاكيد هذا الانتيبودي ما تكون مسبق وانما تكون بعد ما انصاب الجسم، وبالتالي كون انتيبودي اجينست ذيس مايكرو اورجانيزم. السبيسيفيتي اكيد الادابتيف راح تكون مور سبيسيفيك مقارنه، باعتبار ان النت راح تكون نون سبيسيفيك. الريسبونس بالنسبه للنت اميونيتي راح تكون سريعه، بينما الادابتيف تحتاج تكون اجسام مضاده وبالتالي تحتاج وقت. ايضا قلنا النت اميونيتي راح تكون موجوده بالولاده، هنا تحتاج تتطور. هنا النت ممكن نستخدمها بكل مايكرو اورجانيزمز المايكروبز ان جنرال، بينما هنا بالنسبه للادابتيف قد تكون للمايكروبز او قد تكون للنون مايكروبيال سبستانسز اللي نسميها بالانتيجين اني فورين سبستانسز اللي ممكن تعتبر انتيجين وتحتاج للاميون ريسبونس. هذا هو الجنرال. طبعا بالنسبه للنت اميونيتي الاكزامبلز اللي ممكن مثلا كريات الدم البيضاء اللي هي الفايتنج للبكتيريا، وبالتالي راح تظهر عندنا علامات الالتهاب اللي هي الريدنس والسوالينج وغيرها اللي متعرض الى اني انجري مثلا. الاكزامبلز اللي الادابتيف مثلا الفاكسينيشن
اللي ممكن مثلا التشيكن بوكس او غيرها. اذا عندنا الوسائل الدفاعيه تعتبر الفيرست والسكند والثيرد لاين ديفنسز. ذا فيرست وان اللي هو موجود بالولاده اللي هي الفيزيكال باريرز لايك السكن، ممكن يعتبر السكن احد الحواجز اللي تعتبر الفيزيكال باريرز against the microbes. The skin يحمينا الجسم من دخول المايكرو اورجانيزمز. ايضا اكو السكند لاين ديفنس اللي هو نون سبيسيفيك ايضا، وممكن يكون مسؤوله عن البروتكشن مثل الفيجوسايتوسيس، عمليات البلعمه اللي راح نتكلم عنها ان شاء الله في درس لاحق. اكو الثيرد لاينز اللي هو راح يكون مور سبيسيفيك ضد against any pathogen، وهذا ممكن يسوي لنا بروتكشن ويلعب دور مهم بال بالري اكسبوجر. طبعا هذا الدايجرام مهم وراح يبين لنا شنو الفيرست والسكند والثيرد لاين ديفنسز. طبعا عندنا الديفنسز يشمل لي اللي موجود بالولاده اللي يعتبر نون سبيسيفيك، والاكوايرد اللي راح يكتسبه الانسان فيما بعد. طبعا اللي موجود النون سبيسيفيك اما الفيرست لاين ديفنس واما السكند لاين ديفنس. الفيرست هو ممكن يكون فيزيكال باريرز قلنا مثل السكن، ممكن تكون كيميكال باريرز مثلا على سبيل المثال اللايزوزايم ماده كيميائيه يفرزها العين موجوده بالتيرز، او السلايفا مثلا موجود بها اللايزوزايم، او الواكس وغيرها. هذه ممكن تعتبر كيميكال باريرز تمنع لنا المايكرو اورجانيزم، واضافه لنا ممكن تكون عندنا حالات جينيتيك باريرز واللي اي ويل توك اباوت ات ليتر. فالفيرست لاين ديفنس اللي هو موجود على السيرفيس وظيفته بروتكشن نتيجه وجود الانتي مايكروبيال اند فيسيولوجيكال باريرز اللي تحافظ على الميكروبز من تمنع الميكروبز انه يدخل الجسم نتيجه وجود هذه الحواجز. اضافه للفيرست لاين موجود عندنا السكند لاين ديفنسز نتيجه مثلا اذا صار عندي انفلاماتوري ريسبونس، صار عندي انجري، دخل المايكرو اورجانيزم من خلال هذا الانجري تجي خلايا الاميون سيستم تبدا تهاجم المنطقه، فراح يصير عندنا العلامات الالتهاب اللي هن الخمسه اللي اكيد حضراتكم راح تاخذوها بالباثولوجي اللي هي السوالنج والريدنس والهيت وغيرها واللوس اوف فانكشن. اضافه لوجود الفيجوسايت اللي هي المسؤوله عن عمليات البلعمه، واضافه للانترفيرونز اللي راح ينفرز واللي يؤدي لنا دور بروتكشن. Both of them يعتبرون them specific ويعتبرون the first and second line defense against microorganisms. في بعض الاحيان لا نحتاج وقت ويتطور اللي يعتبر الثيرد لاين ديفنسز اللي هو الاكوايرد اميونيتي، وهذا راح يكون باحتمالات اربعه. اما انه يكون كحاله ناتشرال اميونيتي يكتسبها الانسان من الام للبيبي، وهذه تعتبر الناتشرال اميونيتي راح يكتسب مناعه من امه الطفل عن طريق مثلا البريس فيدنج وغيرها، فهذه تعتبر ناتشرال اميونيتي. اكو نوع اخر هو artificial مثل حالات الاميونايزيشن، فالانسان ياخذ مناعه عن طريق اخذ الاميونايزيشن. في بعض الاحيان اكو انسان يتعرض الى اصابه بمايكرو اورجانيزم والجسم مالته يبدي يقاوم هذا المايكرو اورجانيزم ويكون انتي بودي ويهاجم هذا الميكروبز ويتخلص من عنده، وبالتالي بهاي الحاله نسميها الاكتيف اميونيتي. فالاكتيف اميونيتي هي is a sequence of the, a person developing his own immune response to the microbe. لكن في حالة أخرى لا، قد يكون الإنسان عنده فد مشكلة مناعية، أو قد يكون الإنسان عنده فد شيء معين، هنا أنا نبدي ننطيه فد محفزات تنشط الجهاز المناعي عنده، اللي هو مثلا ما حد ياخذ مثلا السيرم، وهذا شفتوه في حالات مثلا او البلازما في حالات الاصابات مثلا بكوفيد، بداوا يستخدمون هذا النوع من الباسيف اميونيتي، نبدي ننطي شخص فد مواد معينه ممكن تنشط لنا الجهاز المناعي ضد مسبب معين، لكن هذه جايتنا من انذر بيرسون، مو عمليه اميونايزيشن وانما تجينا من الانذر بيرسون. اذا عندنا الاكتيف اميونيتي والباسيف اميونيتي. الاكتيف هو اور اميون سيستم يبدي يهاجم الميكروبز ويكون له مناعه. الباسيف لا، راح ننطي فد شيء معين من شخص اخر حتى تتكون عندنا المناعه.
اوكي راح نبدي بالباريرز، راح نبدي بالانات اميونيتي اللي راح ناخذ اناتوميكال فيسيولوجيكال فيجوسايتيك اند انفلاماتوري باريرز. راح نتكلم ناخذ اكزامبلز كل نوع من هذه الانواع اللي هو قلنا بالفيرست لاين اللي هو نون سبيسيفيك. فاذا تشوفون حضراتكم هذا الفيجر اللي يبين لنا المين باريرز اللي هو لايك مثلا الجلاندز اللي ممكن تعطينا سبيشس جلاند او التيرز اللي موجود اللايزوزايم الميوكاس موجود السلايفا موجود الوكس موجود اللو بي اتش موجود السيليا موجود الميوس الميوكاس او الميوسين موجود السويت موجود الاذر ماتيريالز الستومك اسيد انتستاينال انزيم اضافه لليورينيشن وديفيكيشن. هذه تعتبر كلها برايمري فيزيكال اند كيميكال ديفنس باريرز. بالسكين موجود عندنا ستراتم كورنيوم اللي موجوده بالسكين اللي تمثل لي ابيثيليال سيلز ممكن تحمينا الجسم من الميكروبس. موجود عندنا سسبيشيوس سكريشن اللي موجود بالانتي مايكروبيال افكت. موجود عندنا الهاي لاكتيك اسيد او الالكترولايت كونستريشن اوف سويت اند سكين اسيديك بي اتش اند فاتي اسيد كونتينت، وبالتالي ممكن ايضا يحمينا الجسم من المايكرو اورجانزم. كاكزامبلز للفيزيكال بارير راح ناخذ مثلا الدراي ويل اسيديتي يمنع لنا الميكروبز من الجروث. موجود الكيراتينايزيشن نشوف احنا مثلا بنهايات مثلا بالركبه او قد تكون في مناطق الرجل موجود عمليه تقرن اللي هو الديد او الكيراتينايز تيشو، هذا يمنع عمليه الكولونايزيشن بالنسبه للميكروبز، وبالتالي الكيراتين راح يكون صعب التحلل، بالتالي ممكن يحمينا ويعتبر وسيله دفاعيه. ايضا عندنا السلافينج اوف ذا سيرفيس سيل ممكن نزيد الادهيرنت باثوجين بعد ما نسوي السلافينج. اضافه لبعض اللايزوزايم ممكن تحمينا الموجود مثلا الهير فوليكلز السويت والسبيشيس جلاند. ايضا ممكن موجود النورمال فلورا النورمال مايكرو بايوتا اللي ممكن تتنافس مع الباثوجين وبالتالي تقلل فرصه بقاء الباثوجين واعتماده على المسبب الامور الغذائيه، وبالتالي ما راح يقدر يعيش نتيجه وجود التنافس بينه وبين النورمال فلورا اللي موجوده نورمال بالجسم. موجود اللانجر هانز وموجود الاذر اميون سيستم ممكن تحمينا الاور سيستم اجينست الباثوجين. بالاي موجود عندنا اللاكريميشن او البلانكينج الفلاش للاي ممكن تغسل العين، هاي تعتبر وسيله دفاعيه. موجود سبيشاليزد جلاندز اللي هي الميابوين اللي ممكن تعتبر من ضمن الجلاندز الموجوده بالايلتس المسؤوله عن اللوبريكيشن للكونجكتيفا اللي تعتبر بالانتي مايكروبيال سكريشن اللي تفرزنا اللايزوزايم. بالدايجستيف سيستم عندنا كثير، عندنا الميوكوكوتينيوس ممبرين، موجود عندنا السلايفا، موجود عندنا الات سي ال، موجود الانتستاينال دايجستيف جوز او البايل داكت او البايل جوز مثلا، موجود الفوميتنج والديفيكيشن، كلها تعتبر وسائل دفاعيه يستخدمها الجسم اجينست مايكرو اورجانزم. بالجينيتو يورينري تراكت ممكن موجود ايضا عندنا الميوكوكوتينيوس ممبرين، ممكن موجود عندنا البريوديك بلادر امتي تفريغ المثانه ممكن باستمرار، ممكن كونتينوس تريكلينج لليورين عن طريق اليوريترا او اليوريترا سوري ذات فلاشز ذا يوريترا. ممكن السيمن موجود بانتي مايكروبيال كيميكال ايجنت ممكن اللي مسؤول عن نسوي انهبيشن للبكتيريا. الفاجينا از ويل ممكن موجود بها بروتكتيف اللي هو البي اتش الاسيديك بي اتش ممكن يحمينا من المايكرو اورجانيزم وايضا يسمح للمايكرو نورمال فلورا تكون موجوده. الريسبيراتوري سيستم ايضا موجود النيزل هير مسؤول عن الفلاشنج اكشنز للكوبيوس فلو للميوكس او الفلويد. موجود عندنا السيليا الموجوده بالابيثيليوم. موجود عندنا السنيز اللي ممكن يسبب ريتيشن بالنيزل باسجز اللي ممكن انشيتس للسنيزي. ايضا الكافينج او الكاف ممكن يعتبر من الوسائل الدفاعيه اللي يستخدمها الريسبيراتوري تراكت حتى نتخلص من المايكرو اورجانزم. فهذه كلها تعتبر من ضمن الباريرز. الجينيتيك باريرز ممكن في بعض الاحيان على سبيل المثال نشوف فد
نوع معين مثل الهيومن ما راح ينصاب بديزيزز، لكن الاذر بارتس ممكن ينصابون. فالاذر انيمالز لايك كات مثلا ممكن انه ما تنصاب بالمومز بينما الانسان ينصاب، وهذا يعزون السبب قد يكون السبب هو جينيتيك فاكتورز انه خلى الانسان ينصاب بالمومز بينما ما ينصاب بهالكات. اذا اكو اختلاف individual variation عن طريق الجينيتيك فاكتورز. اكو فيسيولوجيكال بيريرز اللي هن التمبرشر low or high temperature, pH low or high pH, often been various soluble and cell associated molecules. مثلا for example نشوف ال chickens عندهم ال innate immunity against the anthrax. يعني راح نشوف ال chickens ما تنصاب بالانثراكس بينما الانسان ينصاب، والسبب انه ال high body temperature اللي موجوده بال chickens راح يسوي inhibition لل growth لهذه البكتيريا، وبالتالي باسيلس انتريسز ما ممكن تنمو بالتشيكنز، والسبب زياده درجه الحراره بالنسبه لاجسام التشيكنز. ايضا الاسيديتي الموجوده بالجاستريك اسيديتي اقصد بها الموجوده بالستومك اللي ايضا ممكن تعتبر النت فيسيولوجيكال بيريرز للاصابه، وبالتالي مو كل المايكرو اورجانيزمز ممكن تكون قادره انه تعيش بداخل اجواء اللي يكون بها اللو بي اتش، وبالتالي ممكن بعض المايكرو اورجانيزمز تعيش باجواء اللي يكون اللو بي اتش بها يعني موجود بالستومك، لكن الاذرز ممكن تموت وبالتالي ما ممكن تطلع. لذلك راح نقيد وجود المايكرو اورجانيزمز اللي ممكن تعيش بهيك اجواء، اللي ما تقدر تعيش فبالتالي يعتبر من ضمن البيريرز اللي ممكن يساعدنا. ايضا اكو اذر فاكتورز اللي ممكن تعتبر انت اميونيتي لايك مثلا اللايزوزايم او الانترفيرون والكومبلمنت اللي راح نتكلم عنه في محاضره لاحقا ان شاء الله. هذه كلها تعتبر من ضمن الفسيولوجيكال بيريرز. اكو الفيجوسايتيك بيريرز اللي هي عمليه البلعمه، راح ناخذها بمحاضره منفصله، شلون راح تبدي عمليه البلعمه، شلون راح يتكون الاندوسايتوسيس، شلون راح تبدي تتخلص من المايكرو اورجانيزم، شلون تحلل المايكرو اورجانيزم، وبعدين شلون تتخلص من الدبريز اللي تتكون منه. وبالتالي هنا راح نتكلم عنها بديتيلز بمحاضره منفصله، فيعتبر من ضمن البيريرز اللي تعتبر من النت بالنسبه. ايضا الانفلاماتوري ريسبونس او الانفلاميشن ممكن يعتبر من الوسائل الدفاعيه، من يجي مايكرو اورجانيزم يدخل الجسم يبدا الاميون سيستم يهاجمه، وبالتالي تبدا عمليات الالتهاب، تجي اعازات الكيموتاكسيز وغيرها اللي راح نتكلم عنها ان شاء الله، واذا صار عندنا محاضرات بالباثولوجي وياكم راح نتكلم عن كيف يصير عندنا الانفلاميشن. اكو بعض المولكيولر كومبوننت الموجوده بالمايكروب مثل اللايبوبوليسكرايد مثلا ممكن تسوي لنا تريجر، ماي تريجر للانفلاماتوري ريسبونس عن طريق الانتراكشن ويا سيل سيرفيس ريسبتورز، وبالتالي ممكن يصير عندنا عمليات الالتهاب. هنا أنا ممكن نسال هذا السؤال: Why the first line defense does not consider a true immune response؟ يقدر واحد يجاوبني على هذا السؤال؟ يعني دكتور هو مو سبيسيفيك يكون يعني مو الفد شيء معين؟ ما جاي اسمعه، ممكن تعلي الصوت؟ دكتور يعني هو الفيرست لاين ديفنس الانيت اميونتي هو اصلا موجود يعني فمو فد سبيسيفيك شيء معين يحمي من كل شيء يعني مثلا يعني شلون عندنا السكن مثلا نعم احنا قلنا ان الوظيفتين الاساسيه اللي راح نتعرف انه يبدا بها الاميون سيستم، اولا لازم يتعرف على المسبب المرضي وبعدين يبدا يهاجمه، يكون الى فد وسيله دفاعيه يهاجمه، مو صحيح؟ ذي النقطتين اساسيه. احنا بالانت اميون سيستم راح يتعرف على المسبب المرضي لو ما راح يتعرف الريكوجنيشن، يعني يعرف انه هذا فيروس، يعرف انه هذه بكتيريا، لا دكتور يعرف انه فورين بودي، بس يعرف انه هو هذا فورين بودي، ومن يجي مره ثانيه ما حيعرف عنه. يقول انه هذا فورين بودي موجود، فهنا ما راح يكون عمليه ريكوجنيشن اوف ا سبيسيفيك فورين سبستانس، وبالتالي راح تكون اكو فاريشن بالجنرال اكشن.
إذن because it does not involve recognition of a specific foreign substance بالتالي لا ممكن يكون it's just a very general inaction. The second question أيضا why the first line defense alone is not sufficient to protect our body against infection. ليش ال first line مو كافي؟ دكتور سامباس الجين كان بودي سامباس الجين كان اوفر كام الباريرز المناعة الكافية لأن أكو حواجز وبالتالي إنه البكتيريا ممكن أو الفيروس ممكن أو الميكرو أورجانيزم إن جنرال ممكن يستخدم الفيرولنس فاكتورز مالته حتى يحاول يتجنب هذه البيريرز اللي هي تعتبر الفيرست تايم فبالتالي because many pathogen finds a way to circumvent the barriers by using their virulence factors. خلصنا من النت نجي للادابتيف قلنا اللي هن more specific و selectively للوظيفه معينه فالادابتيف immunity is capable to recognizing and selective elimination or eliminating the specific forms of microorganisms and molecules اللي هي تعتبر antigen. فأيضا عندنا الانتيجينيك سبيسيفيتي مهمة اللي راح تسمح لنا بانه نميز هذه السبستانسز او نميز الدفرنسز بين الانتيجينز وأيضا الانتيبوديز ممكن يميز بين تو بروتينز مولكيولز. أيضا الدايفرستي اللي راح نتكلم عنها في محاضرة لاحقة إن شاء الله diversity سواء كانت بالنسبة للأنتيبودي وشلون راح يتكون diversity ونقصد بالdiversity اللي هو إنه شلون مثلا على سبيل المثال الأور immune system اللي موجود فيه الأنتيبوديز شلون عندنا millions of microbes وعندنا فقط خمسة من الأنتيبوديز شلون راح نسوي معادلة إنه هذا الخمسة أنتيبوديز ممكن يتكون احنا عندنا ميزه انه كل انتي بودي لازم يكون سبيسيفيك فور اجينست سبيسيفيك انتيجين فالدايفرسيتي الميو سيستم از كابابل تو جنريتنج بالنسبه للتريمندس الدايفرسيتي ان اتس ريكوجنيشن مولكيولز وبالتالي راح يسمح له ريكوجنايز بليونز للستركشر اوف فور سبستانسز ايضا عندنا موجوده الميموري سيلز او الميموري او الميونولوجيكال ميموري اللي بتعتبر السكند encounter with the same antigen وبالتالي ايضا الذاكره اللي موجوده ممكن تساعدنا للتخلص هاي تعتبر من ضمن الاشياء اللي تميز السبيسيفيك عن النون سبيسيفيك ايضا our immune system قادر على ان يميز السلف من النون سلف مايكرو او انتيجين يعني راح نميز انه هذا يعتبر من السلف انتيجين وهذا راح يعتبر النون سلف انتيجين ويبدي يهاجم فقط النونسلف انتيجين. فالميون سيستم نورمالي ريسبونسز اونلي فور ذا فورين انتيجينز وبالتالي راح يميز بين قلنا السلف والنونسلف انتيجين. فبهذه النقطه ممكن نهينا محاضرتنا لهذا اليوم. اذا كان عندكم سؤال او استفهام او استفسار بخصوص ما طرحناه استمع لكم ان شاء الله.